تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن الجو النهاردة هيكون مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، ومعتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد. عشان نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الطقس النهاردة معنا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك استاذ محمد، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيكي. طبعا احنا امبارح شفنا امطار، لكن كانت امطار خفيفه، وشايفين انخفاض ملحوظ في درجات الحراره. هل ده مكمل معانا الاسبوع ده؟ هو طبعا بالفعل مكمل معانا، فرص لسقوط الامطار اليوم لكن هتكون اقل من امس او اول امس، لان احنا بالفعل كنا بنشهد عدم تكرار في الاحوال الجويه في معظم محافظات الجمهوريه، وفقط مع الامطار متفاوته الشده من محافظه لمحافظه، وكانت من محافظات السواحل الشماليه حتى القاهره الكبرى وشمال اسرائيل. اليوم ايضا مكمل معانا تاثير المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، لكن كميات الامطار هتكون اقل المتوسطه الى الغزيره والرعديه تحديدا على محافظه مطروح، يمكن هي اكثر المحافظات تاثرا بالامطار، هتمتد لباقي المحافظات بكميات اقل، فهتكون امطار خفيفه متوسطه على باقي السواحل الشماليه للبلاد وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفه لمحافظات جنوب الوجه البحري، مناطق من حلايب وشلاتين، وقد تصل لمناطق من القاهره الكبرى فرص ضعيفه جدا في امطار خفيفه. بالاضافه كمان طبعا مع وجود السحب المنخفضه والمتوسطه بتحجب جزء من اشعه الشمس على مدار فترات النهار، فبالتالي ده بيساعد على احساسنا بانخفاض قيم درجات الحراره، وتعتبر حول المعدلات الطبيعيه الوقت ده من السنه او اقل من المعدل بحوالي درجه لدرجتين. العظمى على القاهره الكبرى اليوم متوقع ان هي تكون 26 درجه مئويه، فبالتالي الاجواء الخريفيه المعتدله تماما فترات النهار في معظم المحافظات الشماليه مائله للحراره الحاره في المحافظات الجنوبيه، ده فترات النهار. فترات الليل خلاص مع غياب اشعه الشمس اكيد في بروده، وخاصه فترات الليل المتاخر وفترات الصباح الباكر، وده اللي متوقع استمراره معانا خلال الاسابيع والاشهر القادمه، مزيد كمان من الانخفاض في قيم درجات الحراره فترات الليل، واجواء من بارده الى مائله للبروده في معظم محافظات الجمهوريه، خاصه كمان هنلاقيها اكتر في المدن الجديده الاماكن المفتوحه، المحافظات اللي هي ظهير صحراوي بشكل كبير. الايام اللي جايه كميات الامطار كمان هتقل، وهنحس بتحسن في الاحوال الجويه، وهتبدا تنحصر فقط في بعض الاماكن الساحليه مع عوده ثاني لظهور الشبوره المائيه في فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتاخر على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، واكيد هتاثر على الرؤيه الافقيه فترات الصباح الباكر. واحنا بس مهم في الفتره دي الملابس لازم تكون ملابس خريفيه، خاصه فترات الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر، وكمان القياده تكون بهدوء تام على اغلب الطرق طبعا مع وجود الشبوره المائيه، وطبعا نستمر في المتابعه الجيده لنشرات الجوية ان شاء الله. طيب حضرتك قلتي انه الفتره اللي جايه الامطار هتقل، لكن النهارده هيكون في امطار من الممكن يكون نسبتها عاليه في بعض المحافظات زي مطروح، هل في اي تواصل بينكم وبين الاجهزه التنفيذيه في المحافظات عشان يكونوا مستعدين دايما للتعامل مع تراكم مياه الامطار؟ طبعا دايما في اي حاله عدم استقرار في الاحوال الجويه قبل الحاله واثناء الحاله بيبقى في تواصل كامل معانا ومع غرف الازمات في كل محافظه، يمكن اكثر المحافظات اللي بتكون معنيه بسقوط الامطار بيبقى فيها متخصص او متنبئ جوي بيتابع مع الجهات المعنيه في المحافظه، بيبعت لهم صور الامطار، صور خرائط الامطار وصور الاقمار الصناعيه عشان يساعدهم في يعني ان هم يشيلوا كميات الامطار اللي تبقى موجوده في الشوارع. يمكن بالفعل ده كان موجود في محافظه مطروح، وشفنا ده في محافظه مطروح كميات الامطار كانت كبيره بشكل كبير لانها كانت اكثر المحافظات تاثرا بالامطار. عظيم، كل الشكر ليك يا فندم دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي هنتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبدا من القاهره زي ما قلنا، العظمى فيها 26 والصغرى 19، العاصمه الاداريه العظمى 27 والصغرى 17، اسكندريه العظمى 25 اما الصغرى ف 19، العلمين الجديده العظمى 24 والصغرى 18، مطروح العظمى 24 والصغرى 17، دمياط العظمى 25 والصغرى 19، بورسعيد العظمى 25 والصغرى 19، اما الاسماعيليه فالعظمى 27 والصغرى 15، السويس العظمى 26 والصغرى 16، العريش العظمى 26 والصغرى 15، كاترين العظمى 19 والصغرى 7، الطبقه العظمى فيها 24 والصغرى 18، حلايب العظمى فيها 27 والصغرى 23، شلاتين العظمى 29 والصغرى 22، شرم الشيخ العظمى 29 والصغرى 21، اما الغردقه فالعظمى 30 والصغرى 20، الفيوم العظمى فيها 26 والصغرى 14، بني سويف العظمى 27 والصغرى 13، الوادي الجديد العظمى 28 والصغرى 12، اسيوط العظمى 26 والصغرى 13،
سوهاج العظمى 27 والصغرى 15، إنا العظمى 29 والصغرى 16، الأقصر العظمى فيها 29 والصغرى 16، آخر حاجة أسوان العظمى 29 والصغرى 17. ده كان استعراض لدرجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وزي ما قلنا إن في تقلبات جوية، هيكون في أمطار على بعض المحافظات، لكن خلال الأيام الجاية إن شاء الله الأمطار دي هتقل، لكن ما زلنا في حالة انخفاض في درجات الحرارة. مرة تانية هنرجع لمصطفى ومنا لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا شادي. شكرا جزيلا.